هادشي الله غادي يدخل حيز التنفيذ يعني في تقريبا العام الجاي يقول البداية ديال العام الجاي. يمكن باقي ما كاينش شي حاجة اللي الله يصاوبو صافي. عطاوكم شي بدائل زعما من غير؟ ما كاينش، راه هذا هو المشكل. هذا هو المشكل ديال البدائل اللي ما كاينش. هاك. إذا متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من الدار البيضاء من منطقة درب غلق، والحراس ديال السيارات اللي في هذه اللحظات يعني مجموعين بحكم القرار اللي تصدر في حقهم انهم غادي يتمنوا من حراسه السيارات بمنطقه المعارف درب غلف بحكم انه غادي يدخل الصابو اللي حنا كاملين كنعرفوه، الصابو اللي كيجي في بلاصه الحراس ديال السيارات، في حين انه كيتم يعني التشريد ديال بزاف ديال الاسر من العمل ديالهم اللي هو هذا الحراسه ديال السيارات. انا احد الحراس نعم، وكذلك مع الجمعيه. نعم. غادي يوضح لنا هذه النقطه هذه. السلام عليكم خويا. وعليكم السلام، معك جمعيه الكرامه لحراس الارصفه العموميه منطقه مقاطعه المعارف. احنا كحراس سيارات او كجمعيه وجمعيه المجتمع المدني كنطالبوا السيده العمده ديال مدينه الدار البيضاء باش تحاول تلقى حلول لهاد الناس اللي غادي يتشردوا من الشوارع والازقه بدخول واحد الحاجه اللي هي غير قانونيه اصلا. الصابو كما كيعرفوا جميع المواطنين المغاربه تخدات في احكام قضائيه باسم اعلى سلطه في البلاد، وتنأكد على هذه النقطه هذه بالضبط. راه ما يمكنش واحد الحاجه اللي هي غير قانونيه وكتجي كيجي اكس وكيبغي يفرضها على المواطنين، راه ما يمكنش. الصابوره غير قانوني. وتا بالنسبه لاستخلاص الرسوم راه كاين في القانون الجبائي كاينه 3 دراهم في اليوم، وهذا الشيء راه سبق لينا قلنا حنا كجمعيه القانون الجبائي المغربي راه اي واحد عنده السياره ديالو راه غيخلص 3 دراهم في اليوم. هذه راه مساله مفروغ منها. تا بالنسبه للعداد باش غنبدا نخلص انا 2 دراهم للساعه راه غير قانونيه، زائد الصابو اللي غير قانوني، زائد العائلات والاسر اللي غادي يتشردوا ويتلاحوا للشوارع، كاينين النساء غيخرجوا للدعارة بهذا المفهوم هذا باش نكونوا واضحين. حنا ما غنغطيوش الشمس بالغربال، حنا راه في بلد ديمقراطي، وتنطلبوا من السلطات المحليه ومن مجلس المدينه باش ياخذ بعين الاعتبار الحالات اللي كاينه في على صعيد الدار البيضاء ولا على صعيد مقاطعه المعارف، ياخذهم بعين الاعتبار. ما يمكنش ننزل واحد المشروع وما نلقاش حلول وما تنجلسش مع الجمعيات اللي مهتمه، على الاقل لقوا حلول. حيت هاد الحمله العشوائيه اللي ناضت مؤخرا ضد لي جيلي جون او السترات الصفراء هي راه مقصوده، حنا راه كنعرفوا هاد الشيء راه مقصود، فهمتي؟ لانه الاغلبيه ديال المواقع راه مقصوده باش يجيب واحد المشروع اللي هو فاشل وما خدامش. انا باش نجي نحط السياره ديالي ونجي ونلقى داير ليا الصابو، راه ما عندكش حق دير ليا الصابو. ابر على الناس اللي كيبداو يعيروا ويسبوا، راه هذاك الحارس راه مواطن مغربي. دابا حنا الا فتحنا هذا القوس هذا اخي ديال الحراس، نعم، كاين الناس اللي الله يعمر هذا، نعم، فين ما مشيت، نعم، في المغرب، في امريكا، في السويد، فين ما مشيتي كاين طابو حجر، كاين شخص اللي كيتحلى بالاخلاق وكيسامع، وكاين الناس اللي قباه. نعم نعم. يعني كاين هذا الشيء، ما نقولوش احنا غير هو، احنا كندوي على هذيك الناس اللي دراوش الله يعمرها، نعم، اللي عندهم عائلات، اللي مساكن متبوعين بمسؤوليه. مثلا تلقى راجل كبير عنده 60 سنه العمل ديالو هو حارس ديال السيارات، شنو غادي يدير؟ يضرب بالاسره منين انت غادي تحيد ليه هذه القضيه هذه؟ شنو البديل اللي عطيتيه؟ مثلا هذه هي النقطه اللي نقدروا نناقشوا. ولا نعم نعم لا متفق معك. راه من طبيعه الحال حنا ما كننكروش حنا كجمعيه بان كاينين حراس للاغلبيه ديالهم هذوك اللي تيكونوا قباح في الازقه ولا في الشوارع راه ما عندهمش رخص، غير باش تكونوا فاهمين. راه بالنسبه لينا حنا كجمعيه راه خدينا البادره ديجا من قبل باش ومشينا في هذا الادار ديال التقنين ديال هذا القطاع بالنسبه لبعض الحراس ولا الاغلبيه هنا في مقاطعه المعارف. راه درنا لهم بدل اللي مميزه بالباج ديالها بالكاسكيطه ديالي، يعني راه هذاك راه حارس السيارات. اما اللي كيجي كيدير جيلي صفر وداك الشيء راه باين راه ماشي حارس. والاغلبيه بحال كمثال انا عندي رخصه ديالي وخدام في المكان ديالي، انا ما غنديرش المشاكل لانه رخصه ديالي. شكون اللي كيدير المشاكل؟ راه كيدير هذاك اللي ما عندوش الرخصه. نعم نعم
نعم وكما قلنا راه في اي ميدان ولا اي مهنه راه كتلقى كما قلت يا الاخ بان راه الانسان راه حجر وطوب فهمتي. حنا كنهضروا اولا من الناحيه الاجتماعيه، راه ما يمكنش هذا الحارس راه مواطن مغربي وعنده حقوق كما عند ذاك مول السياره. على الاقل اللي بغيت نحيد راه نلقى ليه بديل، وبديل اللي يكون مقنع واللي يرضي جميع الاطراف. راه ما يمكنش حنا كنطالبوا بداك الشيء على الاقل يريحوا معنا في الطاوله ديال الحوار ونلقاو حلول. شي بركه من اجل الحوار بيناتكم من قبل ديال احد الجمعيات اللي فيهم حنا كجمعيه، وداك الشيء من قبل كانوا تيجلسوا معنا، وسيرتو هنا مجلس مقاطعه المعارف السابق صراحه حنا ما نكذبوش تيجلسوا معنا وكياخذوا بالاراء ديالنا والافكار، ومشينا في شي حاجه اللي بعيده كاع، وصلنا حتى للمبادره الوطنيه وهذه. ولكن هذا المجلس نتمنى من الله يقاد معنا حتى هو، والامور ان شاء الله راه تكون بخير وعلى خير. وشكرا شكرا الله يبارك فيك الله يبارك فيك. نعم كذلك نطرح عليه السيد رئيس الكلمه اللي بغيك تعطيني، وهي واش ما كانتش شي جلسه بينكم وبين الناس اللي مكلفين واللي خرجوا هذا القرار، باش انكم تشرحوا لهم الوضعيه ديال 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 بزاف ديال الناس. حنا في اطار الجمعية المغربية للكرامة لمتهني حراس الأرصفة. أنت كتمثلها كرئيس. كرئيس ديال الجمعية المغربية للكرامة. حطينا لقاءات تواصلية في إطار المقاربة التشاركية مع السيد الرئيس. درنا أربعة ديال الطلبات ولو استقبال واحد ما استقبلوناش. صيفطنا حتى هي لعمدة المدينة باش نريحوا معاهم ونناقشوا معاهم هذا الشيء باش تلقاو الحلول لترضي الطرفين. ما استقبلوناش، ولهذا بقينا تنواجهوا الاعلان دابا ديال الفيسبوك، وراسلنا السيد الوالي تا هو في هذا الشان الله يجازيه بخير، راه غادي تاخذ الاجراءات اللازمه في هذه القضيه ديال هذا، لان هي دابا بغات دارت واحد عطات واحد التفويض في 14 اكتوبر 2021 وعطات لجميع الرؤساء باش يعطيو التجديد كما العاده مده 60 عام هذه، واذا بها داز واحد الشهرين قالت لهم حبسوا التجديد. مي حنا سولنا وبحثنا على هذا الشيء قالت لك لا بغينا نشدوا الشوارع كامله ونديروا فيهم الصابو. هو الصابو غير قانوني وصدرت فيه احكام قضائيه ابتدائيا واستئنافيا باسم صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده، وطبقا للقانون بعدم صلاحيه الصابو. اذا حنا واش خصنا نمتثلوا الاحكام القضائيه ولا نديروا غير داك الشيء اللي قال لنا راسنا؟ دابا هي هذا القرار خرجته غير من ديسها راسها، يعني ما ريحت مع جمعيات ما ناقشت حتى شي حاجه، غير جات وقالت لهم لا غادي نحتل الشارع اللي فيه 20 متر عرض، جميع الشوارع ديال الدار البيضاء غادي نحتلهم وغنديروا فيهم الصابو. ثانيا الصابو راه خارجه في احكام، وهذا العقل ديال السيارات ديال المواطنين يعني ما خصهاش تكون، لان راه حكمت المحكمه، وانت دابا المحكمه القرار السيادي، وانت كاع ما درتي به راه تحكم باسم صاحب الجلاله، اذا خصك تطبقيه، لو كون حنا طبق علينا غنخويو ما غنبقاوش. ولكن هذه الرخصه راه عطات استثنائيه، راه 60 عام عطاها لينا المرحوم الحسن الثاني نصره الله، وسرع علينا النهج ديال محمد السادس امير المؤمنين نصره الله. يعني هذه المساله راه اجتماعيه، راه كاينين كاين المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصه، كاين الارامل، كاين الاسر المعوزه. واش انت دابا واش خممتي لهذا الشيء؟ واش درتي شي اسواق نموذجيه لهذ الناس؟ ثانيا واخا ديري اسواق نموذجيه راه الصابو غير قانوني، راه ما خصكش ديريه. راه حنا في دولة الحق والقانون، راه كاين الدستور 71 من الفصل من الدستور المغربي تيقول لك عدم عقل سيارة الصاب، إذا أنت ما خصكش تبقى دير هذا الشيء. وهذا الاستمرار ديالها بهذا التعنت هذا راه ما بقيناش فيه، وهي غير منتخبة. ثانيا ما خصكش ترضي الناس. واخا نسولك أستاذ واحد السؤال. مرحبا. سؤال آخر، تقريبا المنطقة ديال المعارف درب غلف اللي كنهضروا عليها، شحال تكون فيها، شحال يكون فيها من حارس ديال السيارات، وشحال من عائلة اللي تقدر دابا الله يحفظ؟ دابا كاينة 1400 رخصة، وكل رخصة عندها 4-5 العائلات، في المجمل ديالهم كاينة شي 7000 7000 شخص كي غادي نديروا ليها؟ 7000 واش كنهضروا على صعيد الدار البيضاء ولا لا؟ غير المعارف. المعارف غير المعارف بوحدو، اما المناطق الاخرى راه داروا هاد المساله هذه في المعارف، دخلوا شي عدادات وراه تشردوا الناس، راه مشاو لقيناهم دابا تيطلبوا في الزنقه حشومه هادشي، وتعطات رخصه استثنائيه ضغطوا عليهم هذيك الايامات ما كانوا فاهمين والو، ضغطوا عليهم ودخلوا. ودابا واش حنا غادي نبقاو نديروا دابا وقفات كل نهار في احتجاجيه امام مجلس المدينه؟ نهبطوا لهم ولادنا ونحطوا لهم كل شيء تما،
احنا ما بغيناش هذا الشيء للبلاد ديالنا، احنا بغينا ما يطبقوا معنا القانون. انت كعمدة المدينة طبقي على القانون، الى القانون تيسمح لك باش تحط العدادات مرحبا، من غدا يحيدوا كل نحيدوا كل شيء، ولكن من ماشي قانوني ما يمكن لكش. تمام، الميساج ديالك واصل. الله يحفظك، مبروك على هذا. شكرا، بارك الله فيكم. الله يبارك فيك. باش نعلم الزملاء ديالك وعلى نحن معاك متابعينا الكرام، كانت هذه هي الميساج اللي بغاو وجهوه اصحاب السيارات لمجلس المدينة. بارك الله عليكم، الى اللقاء.